تقدر تقدم على المنح وانت في الكلية. محتاج ان انت تخلي عندك سكيلز قوية، محتاج ان انت يكون عندك يعني تبني السكيلز بتاعتك في اللاب. ده هيخلي الاكسبتنس ريت بتاعك، انت المنحة غالبا اللي بتطلبه ايه؟ ان يكون عندك اكسبتنس في جامعة او في لاب بره. فانت عشان تدخل اللاب ده محتاج يكون عندك سكيلز. فوانت في الكلية حاول تعرف انت ايه الفيلد اللي انت عاوز تشتغل فيه، وخد فيه سكيلز، وابتدي كلم الدكتور. مثلا لو انت عاوز تقدم على منحة ماجستير بعد ما تخلص البكالوريوس على طول، ابتدي كونتاكت الدكتور اللي انت عاوز تشتغل معاه وانت في سنة رابعة. طبعا الانجليزي مهم جدا، فلو انت محتاج تاخد تويفل او ايلتس. الحاجه الثانيه اللي انت محتاجها انه تجرب، يعني جرب تقدم مره واثنين وثلاثه عشان تحضر نفسك، لانه التقديم بيبقى محتاج سكيل معينه في ان انت ازاي تكتب البيرسونال ستيتمنت بتاعتك وكده. فابتدي جرب حتى وانت في السنه الرابعه. بس تاني اهم حاجه المنحه، اهم حاجه بتركز فيها ان انت يكون عندك اكسبتنس في جامعه او في لاب. فمهم جدا ان انت تشتغل على ان انت تقدر تعمل الاكسبتنس ده، بان انت تاكواير السكيلز النيدد ان انت تدخل اللاب ده. بس اماكن تعمل انترنشيب، بصوا انا مثلا اللي اعرفه انه الاجيري، او انا لما كنت في كلية زراعة كان الاجيري من الاماكن دي. معرفش الناشنال ريسيرش سنتر ايه النظام فيه، بس الاجيري هتلاقوا فيه ناس عاوزة تاخد طلبة وتشتغل معاها عشان تتعلم. كلموا الدكاترة اللي بيشتغلوا في الجامعات، اذا كان جامعة النيل او حتى يعني والاي سي والزويل وكده، اتكلموا مع الدكاترة قولوا لهم احنا يا جماعة عاوزين نيجي نشتغل معاكم في اللاب، احنا هنشتغل ومش هناخد فلوس. في ناس كتيرة جدا هتقول لكم تعالوا، يعني مفيش مشكلة، لان انت هتعلمه حاجة وهو انت نظير ان هو هيعلمك او الدكتور ده هيعلمك، انت كمان هتعمله حاجة في الريسيرش بتاعه. فمكان معين يعني ما اقدرش اقول لكم مكان معين هو بيعمل انترنشيب، بس لو انا منك هبتدي اكلم الناس في الاجيري، في الناشونال ريسيرش سنتر، في الجامعات اللي انا اتكلمت عليها، واقول لهم انا عاوز اجي اعمل عندك انترنشيب. بس ايه النصايح اللي اقدر اديها لحد داخل باي تكنولوجي ومش متعود على الدراسه او حتى الانجليزي؟ بص انت داخل الكليه هتعلمك، يعني هتاخدك دخولك في الكلية، الدكاترة عارفين ان انت لسه طالع من ثانوية عامة، فهيبتدوا معاك من اقل حاجة من البيزك ساينس خالص، ويطلع بيك لحد ما توصل للفيلد بتاعت البايوتكنولوجي اللي احنا اتكلمنا عليها. ده من ناحية الساينس. من ناحية الانجليزي ركز جدا ان انت الانجليزي بتاعك يبقى كويس، ابتدي خد كورسات فيه، لانه ده هيفيدك في دراستك، وكمان هيفيدك هيفيدك بعد كده وانت بتقدم على المنح. الانجليزي يعني اهم، يعني من اهم الحاجات اللي بيتحدد عليها انت هتاخد المنحه ولا لا. فالانجليزي ابتدي خد كورسز انجليزي لو انت ناوي تدخل بايوتكنولوجي، ابتدي خدها في صيف بتاع ثانويه عامه. وفي الدراسه ما تقلقش، حاول تقرا كتير، يعني انت هتبقى بتاخد محاضرات، امسك المحاضره فصصها، ادخل على الانترنت اقعد اقرا عن الكلام اللي الدكتور اتكلم فيه ودور، واقرا كتير. القرايه هتعرفك حاجات كتير جدا. التمويل للبحث العلمي هيتاثر ازاي بموضوع كورونا، وهل هيحصل بشكل كبير؟ هو اصلا التمويل للبحث العلمي في مصر مش قوي قوي، بس في المطلق يعني جوه مصر وبره مصر، طبعا التمويل للبحث العلمي هيقل، وهيقل كمان للحاجات اللي ملهاش دعوه بالهيومن هيلث وبحته
الجزء بتاع سارس كوفيد 2 وهكذا، ده هيقل فيهم البحث جدا، التمويل للبحث العلمي فيهم هيقل جدا. بالنسبة للريسيرش في الفيلدز دي يعني هتلاقي ان البحث التمويل رايح ناحيه الفاكسين ديفلوبمنت والسارس كوفيد 2 اكتر، وفي بقيه الحاجات هتقل. بس الموضوع يعني مش هياخد من توقعات، يعني مش هياخد وقت كبير قوي يعني. فلو انت لسه بتدرس ما تقلقش، في الوقت اللي انت بتعمل فيه الماجستير والدكتوراه الموضوع هيكون رجع لطبيعته يعني. بس اكيد طبعا السورس كوفيد 2 هي اصلا مؤثره مش بس على التمويل، هي مؤثره على ان الناس تنزل تشتغل وتطلع ابحاث، فالبرودكتيفيتي حتى بتاعت الساينتست بتقل. هل ينفع حد يشتغل بايو انفورماتكس فريلانسر؟ ينفع. ينفع. انا ما اعرفش بس هل الفريلانسنج في الفيلد ده قوي ولا لا، هو موجود ده اكيد. بس يعني الاكسبكتيشن بتاعتي انه هيقوى مع الوقت، وهيبقى في بقى نيد لناس ان هي تشتغل باي انفورماتيك فريلانسر كتير، وهتبقى جيتنج بيد، هتاخد فلوس وكل حاجه. بس في المطلق لو انت دخلت على الويب سايت بتاعت زي اب وورك وفريلانسر وكده هتلاقي ناس بتطلب باي انفورماتكس حد يجي يعمل لهم داتا اناليسيس. فاه طبعا ينفع ده يعني اكيد. وفيلد انا من وجهه نظري الفيلد بتاع الباي انفورماتكس لينا بالذات في مصر، بما ان احنا اللابز عندنا مش كتيره والريسيرش اند ديفلوبمنت في الاندستري مش كتير، الفيلد بتاع الباي انفورماتكس هيكون فيه جوب اوبورتيونيتيز اكتر بكتير من الاماكن التانيه. فاه طبعا ينفع. إذا التوقعات بتاعتي لتطور مجال البايوتكنولوجي عشان نوصل للشكل اللي في اوروبا وامريكا حاليا، بص أول حاجة المفروض إنه يكون في المشكلة إن إحنا في مصر بنعمل إيه؟ بنقول إحنا عاوزين نعمل بحث اللي هو الـ Applied Research، وإحنا ما عندناش أصلاً Basic Research. فمن أهم الحاجات عشان نوصل نبقى زي أوروبا وأمريكا إن إحنا نإنفست فلوس في الـ Basic Research، وفي نفس الوقت نتيح للناس في مصر ان الانفسترز اللي بره ان هم يبتدوا يدخلوا مصر ويعملوا بايوتك اندستري. الموضوع محتاج تمويل بحثي اقوى بكتير من اللي موجود دلوقتي للبيزك والابلايد ريسيرش، مش للابلايد ريسيرش بس. ومحتاج زي ما قلت ان انت تفتح الباب للانفسترز ان هم يدخلوا مصر، وشركة مثلا الشركات الأدوية بدل ما هي بتعمل يعني بتصنع المنتج وبتعمل research and development بتاعتها برة وتيجي بس تعمل المنتج عندنا وتعمل الدواء عندنا، ان هي تبتدي تدخل الـ research and development center بتاعها جوه مصر. وده محتاج انه هي تشوف ان في فايدة ان هي تعمل الكلام ده في مصر وما تعملوش في امريكا او اوروبا مثلا. فمحتاج انه الدنيا تبقى اسهل بكتير للناس دي انها تيجي تشتغل. بس ما اعرفش اذا كنت جاوبت السؤال يعني كويس ولا لا، بس ده اللي احنا هنبقى محتاجينه عشان نوصل لكده. وطبعا من الحاجات المهمه جدا اللي موقفه الريسيرش اصلا في مصر الشركات اللي بتسيرف الريسيرش. انا واحده من الناس اما باجي اشتغل عشان اعمل اوردر بياخد 3 شهور، وانا الحاجه لما بكون مثلا في المانيا بطلبها بتجيلي بعدها باسبوع. ده بيقلل البروجرس بتاعنا في مصر، وده اكيد لو في شركه عاوزه تعمل ار ان دي في مصر عمرها ما تيجي تعمل الكلام ده في مصر والسيتويشن كده. فبرضه احنا محتاجين ان احنا نسهل دخول المواد دي او المواد اللي بنحتاجها للابحاث وكده، نسهل دخولها مصر، والشركات الكبيره زي كايجن وكده تنزل تبقى هي ليها سنترز جوه مصر بتنتج المواد دي بدل ما احنا بنستوردها وبنقعد ناخد بنقعد يعني شهور على ما الحاجه تيجي من بره وتعدي على المطار وعلى الجمارك وهكذا.
دي برضو من الحاجات المهمة جدا، لأن موقفة الريسيرش عامة، وأكيد موقفة إن إحنا نوصل نبقى زي أوروبا وأمريكا. وسعيدة جدا إن أنا كنت معاكم النهاردة، ويا رب أكون فدتكم. وبس، وشكرا جدا، وشكرا لعمار، ومع السلامة.